صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله. الان متجه ان شاء الله تعالى من فاس الى وجده باذن الله عز وجل، وللقاء ان شاء الله تعالى مع بعض الافاضل والكرام. وجدة بإذن الله تعالى، يعني اليوم في هذه الأيام سأكون في مدينة وجدة بإذن الله سبحانه وتعالى، وستكون هناك لقاءات إن شاء الله عز وجل في مدينة وجدة بإذن المكرم سبحانه وتعالى، وسيكون من خلال وجدة يعني بث مباشر. ولا شك أن كثير من الإخوة والأخوات تواصلوا معي على الانستغرام وكذلك على الفيسبوك والواتساب، هم من الجهة الشرقية من جهة وجدة والنواحي وبركات السعيدية وحتى من نواحي الناظور، يعني ويسألون بإلحاح، يريدون مثلا موعد من أجل على الأقل تشخيص ومعرفة نوع الإصابة والمتابعة، والمتتبع يعرف أن مسألة الريف أنا كنت أزورها منذ قديم، يعني كثيرا أنا كنت أزور الجهة الشرقية بشكل كثير، خاصة الناظور. الناظور كنت دائما، يعني كانت لي زيارات متكررة إلى هذه الجهة الطيبة المباركة، أضف إليها كذلك الجهة الأخرى وهي الحسيمة. فهذه المناطق السعيدية، بركان، وجدة، ناظور، حسيمة والنواحي، تعرف خصائص في مسألة العلاج بالرقية الشرعية. يعني طيب يكون هناك الإخوة ما شاء الله وفقهم الله وزدهم الله حرصا وتمكينا، لكن يبقى خصائص، ليس كالدار البيضاء مثلا ونواحيها أو مراكش مثلا، تبقى هذه الجهة يعني أهلها يعانون صراحة، وهذه الجهة تعرف بأسحار خطيرة قوية جدا، أسحار الريف، يعني معظمهم في ديار المهجر أو يقطنوا في النواحي في المدن، وعندهم إصابات قوية جدا متجدرة أصبحت يتولد عليها ما يسمى بالموروث، الأجداد، الجدات، الآباء، الأمهات، الإخوة، الأخوات، وأسحارهم قوية جدا. أصحاب الشرق عندهم ابتلوا، نسأل الله يرفع بها درجاتهم ويقلع عثراتهم وحزلتهم وأن يشفيهم. احنا ما نتمنوش الإنسان يبقى مريض، نتمنوا الشفاء لكل مبتلى وكل مرض بإذن الله عز وجل، ولهذا الله جعل أسباب، كما ليس الحريص على المسائل الطبية، مسائل نفسية، كذلك يكون حريص على المسائل التي تأتي له بالشفاء من العين والحسد والنفس الخبيثة والأسحار والشياطين والأبايس والملوك والتيجان والماسونية والأسحار الخطيرة القوية. يعني هناك أسباب، الإنسان يسعى في السبب بفضل الله سبحانه وتعالى، يسعى في السبب والله عز وجل يأتي بالشفاء، لأن الله عز وجل أمرنا بالأخذ بالأسباب والتوكل عليه سبحانه وتعالى في علاه. فمجموعة من الأخوات تواصلنا أو أسر رجال كذلك تواصلنا معي، سواء من هولندا، بلجيكا، إسبانيا، أوروبا بشكل عام، أو حتى من هذه المدن التي استقروا فيها الناس، هم أصلاً يسكنون هنا، أصلاً أبناء هذه المنطقة. فكنت جد أن السحر مقترن شيء في أوروبا، ولكن الاتصال لازال موصول مع المنطقة التي يسكن فيها السحر موجود فيها، أو الوالدة أو الوالد أو الأهل أو الإخوة والأخوات كذلك مصابون بهذه الأسحار. وكل منطقة جغرافية في المغرب عندها سحر خاص بها، هذه خص يدرسوها الرقاة دراسة معمقة. مثلا بوادزم، بني ملال، خريبكا، هذه النواحي عندهم سحر خاص بها. لما كتصعد السوس هناك أسحار يعرف بها في الغالب نوع الإصابة والمصاب، مفهوم؟ فلهذا أنا كنقول لابد أن يكون هناك نوع من الاجتهاد، نوع من شم نوع الإصابة، البحث في عمقها بفضل الله عز وجل. لأن لو أننا فعلا عرضوا على الناس العامة
ما نسمعه من اتصالات وما نتواصل مع الإخوة والأخوات في الخاص لوقت طويل، والله لو عرضناه أنا متأكد وأجزم بهذا أن كثير من الناس ستبكي دمعا وغتقول الحمد لله على النعمة أنني في صحتي وعافيتي وعقلي وسلوكي واتزاني وخيري وكذا، ستقول الحمد لله. يعرفوا الناس كيفاش كيتعذبوا بالليل والنهار ولا يتنعمون بأنفاسهم ولا بسعادتهم، وحمد الله وشاكرينه، يبكون بالليل والنهار بغي حتى حاجة، بغي فقط راحة البال، وبغي أن الألام تهدأ، وبغي أن الشياطين توقف عليهم الفواحش والآثام، وبغي يكونوا قرب من الله سبحانه وتعالى. حينما تسمع للناس صراحة عقلك يطيش، يضيق صدرك وتحزن لما أصابهم من هذا الهم ومن هذا الكرب ومن هذا الغم الذي هو بسبب الجن والشياطين. عاجز الأطباء النفسيين، عاجز الأطباء العضوي، عاجز حتى كثير من الطب الروحي، وتجدهم مساكين بين المطرقة والسندان. ماذا يقدمون وماذا يؤخرون؟ ما عساهم يسمعوا اجتهاد اجتهدنا، قرآن قرأنا، قيام قمنا، صيام صمنا، صدقة صدقنا، الطب إليه لجأنا حتى الرقي اجتهدنا، ومع ذات الشياطين متشبثة لا تريد أن تتكلم أو تصعد، أو إذا في أقصى أحوالها حركات أو إشارات أو أنين أو سب أو لعن وهكذا أو تحدي. طيب هل نحكم على هذه الحالات؟ خلاص عندك إداء حتى الموت، أو الأخ يقول ليس عندك علة، أو هذا توهم أو مرض نفسي، أبدا. هناك جن شياطين أعراض، انتهى الكلام. إذا وجب الاجتهاد، أنا أقول ليس هناك حالة صعبة إذا كان هناك توافق ما بين المريض وبين المعالج، إذا كان هناك تراضي ما بين المريض والمعالج، إذا كان هناك تخاطب في الأرواح والقلوب بين المريض والمعالج، صدق النية وحسن السريرة، صفاء السريرة وحسن السير بين المريض والمعالج، كون على يقين أن الشياطين بإذن الله تعالى تدك حصونها وقلاعها وتيجانها ورتبها حتى كانت كبار الماسونين، ولكن وجب بفضل الله سبحانه وتعالى أن يكون لك الصدق والصفاء بين المريض والمعالج. أنا كنقول لكل أخت وكل أخ طال مرضه واشتد عليه سحره أو حسد، نقول لك والله وبالله وتالله أنت أقوم ذاك الجن والشيطان. نعم عنده رتب، عنده حصون، عنده مكر، عنده عشق، عنده سحر، عنده جنود، أنت أقوى بالله سبحانه وتعالى إذا تقويت نفسيا إيمانيا والتوكل على الله عز وجل، ثم صيتك بما تسمعه من كلام الله تعالى بحسن ظن ويقين، وذاك المعالج أيضا بفضل الله بحسن ظن ويقين بفضل الله عز وجل. وحسن الظن ويقين لا بد أن يكون من طرفين، من المريض والمعالج. لهذا أنا أوصي المرضى بهذا، وأوصي المعالج أن يكون فعلا شهما قويا معطاء، كما كنقول احنا في اللغة ديالنا كيموت مع الحال. شوف بغينا ذاك المعالج الذي كيموت مع الحال، الذي كي قلبه كي يحطه حنجرته يقطعها، ماشي بمعنى لا بد يغوت، لا، وأقصد إنما بكيانه كله يقدم ذاك في طبق من ذهب حتى الله تعالى ينظر إليه في الصفاء تام بإذن الله أنه يرجو شفاء وبرء لهذه الحالة، سيكون الله معه. وكذلك ذاك المعالج لم تمتع على الأرض وعلى الكرسي، هو لجأ إلى الله عز وجل وسأل الله التوفيق والسداد لذاك المعالج بصدق النية والمحبة في الله عز وجل، ولكن يكون هو عارف أن الشفاء سيأتي، ما كاين الشك. أنا لا أريد من أخ أو أخت يقول لي عندي الشك، أفي الله شك؟ واش تغلب الشك أن الله غادي يشفيك؟ واش تشك أن الله غادي يساعدك ويزوجك ويرزقك؟ واش تشك أن الله غيعوضك خير على ما أصابك؟ أفي الله شك؟ ما تشكوش طرفة عين. اللي عنده الشك سيتأخر بوقوعه، اللي عنده الشك في الله غادي يتعطل بزاف وغيتعذب ويتمحن بزاف. لا تشكوا في رحمة الله، ما تشكوش في عفو الله، ما يكونش عندك الشك أبدا أن الشفاء آت سريعا بإذن الله تعالى. وهذا هو السر، السبب اللي بين معالج ومعالج ومريض ومريض، لا بد أن تكون
تام الظن حسن الظن بالله عز وجل، عندك تمام حسن الظن بالله، كمال حسن الظن بالله، جميل حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. كل أخ أخ وكل أخت، كل سيدة تسمعني الآن، كل رجل يسمعني، كل ابنة مباركة طيبة، كل شابة، كيف ما كان العمر وكيف ما كان الحال، الظن بالله الظن الجميل يأتي بالمعجزات. الظن بالله الظن الجميل يأتي بأشياء لا تخطر لك على بال. حاشا سبحانه وتعالى تظن فيه ظنا جميلا ويخيبك. إذا ذهبت عند كريم من البشر ولله المثل الأعلى، وأن تقدم بين يديه كلاما طيبا ويسمع عنك أنك تحسن فيه الظن، يسمع أنك تمدحه وتثني عليه خيرا، وحينما جئت قدمت بين يديه كلاما طيبا وخيرا، وهو أصلا يعرف بالعفو وبالعطاء هل يردك؟ ما يردكش أبدا، لا يردك أبدا. هذا ربنا سبحانه وتعالى الذي يعفو يحب العفو، اللهم إنك عفو تحب العفو، غني سبحانه جل في علاه، ويشفي سبحانه بكل فيكون، ويقهر أعداءك حتى وأنت في غفلة من حالك ومن أمرك في منامك. ولهذا لا تغمضوا أعينكم إلا وقد أحسنتم الظن بالله، لا تستيقظوا إلا وعلى حسن ظن بالله، لا تسمع للرقية إلا وقد أجمعت النية وقويت الصلة بالله بحسن الظن. عبادة عظيمة حسن الظن بالله. ولهذا آخر ما نختم بهذه الحياة الدنيا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. يا الله، ما يموت شي واحد إلا وهو يحسن الظن بربه. سيدخل الجنة، ادخل الجنة، سيعفو، عفوت، سيغفر، غفرت، سيرزقني، يرزقك، سيغنيني، يغنيك، سيزوجني، زوجك، سيرزقني الذرية، سيعطيك الذرية، سينصر على الأعداء، نصرك على الأعداء، سيشفيك، شفاك، سيأويك، أواك. حسن الظن بالله باليقين، حسن الظن بالله. كل واحد ينظر إلى المرآة وإلى نفسه، كيف سواه وعدله، كيف جمله وزينه، كيف قواك حتى صرت الآن شابا وشابا، وقل: ربي الذي جعلني على هذا القوام وعلى هذا العلم والفهم والاتزان سيرزقني سريعا زوجا أو زوجة أو مالا أو رزقا أو ولدا، وقل: سيرزقني كل ما أريده. كل هذا يقين بين حال وحال، تصبح في حال لا تدري من أين تأتيك وكيف تصلك بإذن الله تعالى، لأن قال: كلي هيا. تأتي تهبون سائم البشر والرحمة والخير والرزق والسعة والجمال والقوة بكون فيكون، فتجدها هي تأخذك هنا وتسوقك هنا، تقدمك هنا، تدفعك هنا، تصب عليك من هنا، تخرج عليك من تحت الأرض من هنا، فيرزقك الله عز وجل لأنك أحسنت الظن. ولا يحقنا إلا أن نحسن الظن فيه سبحانه وتعالى. انظر كيف يسير الأمور. أنت لما تذهب تسافر الآن وتنظر بعين التدبر، شوف فقط السيارات كيف الله تعالى يسوقها وألوانها وأشكالها وقواتها ودفعها، سبحان الله. وانظر في طريق إلى أشجارها وأعشابها وخضرارها ومائها وهوائها، انظر إلى الخلق كم يتزاحم فنظم الله ذاك بإتقان، سبحان الله العظيم. هذا فقط ما نراه ونعاينه عيانا، وما خفي عنا ذاك أجل وأدق وأعظم. الله عز وجل لا يستحق منا إلا أن نحسن الظن به. مع ما أصابك اعلم أنه رحمة بك، مع ما ألم بك وربي إنه خير لك، لأنك في طريقه ترجوه، تسأله، تدعوه، تعطي له سبحانه وتعالى، تستثمر ليدخل لك في الآخرة. فما تسيئوش الظن بربكم. حقيقة قد تعتري الإنسان أوقات يحزن، يحزن، يضيق صدره، يتشتت أمره، يضيع في الحيرة، ولكن وجب الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. أقولها: أحسنوا الظن بربكم على ما أصابكم وألم بكم من آلام وأحزان وفرقة وشتات،
فإن ربك جل وعلا أرحم بك من أمك ومن نفسك، وقادر جل وعلا أن يعوضك في ثانية كل الهموم التي عانيتها كأنك ما رأيتها. تأمل معي حينما يؤتى بأشقى أهل الدنيا، ذاك الذي كان في الشقاء، ذاك الذي كان في العناء، رجل منذ خلق الله تعالى لم يرى إلا العذاب في الدنيا، الهموم، الأحزان، الابتلاءات، قل ما شئت، فيغمس غمسة واحدة في نهر الجنة، يغمس غمسة واحدة ويسأل هل مر بك شر قط؟ يقول لا وربي، بس يكون شيء بغمسة واحدة. فوالله وبالله وتالله ربنا قادر على أن يغمسنا غمسة واحدة بكل فيكون من نعيم الدنيا مما نعلم ولا نعلم، كأن ما مر بنا شر قط ولا حزن قط أبدا. ونسأل الله ذلك، أن نغمس في نعيم الدنيا وفي نعيم الآخرة. غمسة واحدة من نعم الله تغنيك وترفعك مكان عليا في الدنيا والآخرة، غمسة واحدة. ربك غني، ربك غني سبحانه وتعالى، والله غمسة واحدة، والله وبالله وتالله غمسة واحدة من نعم الله المكرم تجعلك فوق الخلائق كلها. هل تعجزه؟ لا تعجزه، لكن أحسن الظن بربك سبحانه وتعالى. لو كانت تساوي الدنيا عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافر جرعة ماء، لا تساوي عند الله عز وجل شيء، لا تساوي عند الله عز وجل شيء. المال ماله كما يقول في الرقية، المال ماله، والهواء هواء، الأرض أرض، والسماء السماء، والخلق خلقه. انظروا كم أنفق وكم أعطى منذ أن خلق السماوات والأرض، هل نقص ذلك من خزائنه وملكه؟ أبدا. كم عدد الخلائق منذ أن خلق الله عز وجل السماوات والأرض والخلق؟ كثير جدا، ملايين، والكل يأكل ويشرب، والكل يأكل يكتسي، والكل الحمد لله يعني في رزق، يأخذ ما قدر الله جل وعلا. واعلموا أن مسألة القدر فيها بحث طويل، فالله تعالى بالدعاء يزيدك بسطة في العمر وفي الرزق، لكن إياك أن تبخل. وأحسن مع الدعاء الظن بالله. أحيانا نحرم من قبل أنفسنا، والشكر مطية الزيادة، الشكر مهم جدا. الله تعالى بالشكر يسقي لك القليل ويربيه حتى تراه كثيرا بفضل الله عز وجل. تعلم حسن الظن مع الشكر، والشكر من علامات حسن الظن بالله عز وجل. إنسان إذا صنعك معروف فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. الإنسان حينما من تمام الأخلاق والمروءة والآداب والصواب والعرف ديالنا والتقاليد ديالنا وعلمة ربنا عليه، أن الإنسان إذا عمل معنا الجميل لابد أن لا نكفر به، وأن لا نسيء إليه، وأن لا نعض تلك اليد، إنما ذاك المعروف يبقى جميلا في أعيننا وفي عقولنا إلى الموت. هذه المروءة والرجولة، هذا هو الأدب والصواب. ذاك المعروف اللي يستهلي إنسان ولو كان قليلا يبقى بين عيني وفي جبيني إلى أن ألقى الله عز وجل، لا يمكن أبدا أن أنساه، وإلا أصبح نذل وجبان وضل حرام وإنسان ممزيانش وصاحب المنفعة والمصلحة والطمع والطمع والجشع. إذا أسدى إلي معروفا وإن كان قليلا فلا بد أن يصان وأن يحفظ. وكم من جميل من الله عز وجل، كم من معروف، كم أعطانا وأنجانا كثير، وهل نكفر بنعم الله تعالى؟ سبحان الله، بحال شي واحد كدير معاه الخير بزاف، واحد النهار ما كتجاوبوش في التليفون، واحد ما كتخلق مع صاحبه ولا مع عائلته، ينكر كل فضلك وكأن ما مر بك خير عليه قط. ذاك كيف هو ميزانه؟ بحال واحد الله تعالى يغدق عليه بالنعم
نهار يتصاب بشي ابتلاء، يا ربي مالي غير انا، واش وقع لي انا، واش شتيني غير انا، ويتضجر على قدر الله سبحانه وتعالى. ما يمكنش، لا بد من الشكر. من اسدى اليكم معروف فكافئوه، لذا معك المعروف لا بد ان تجزي الخير. فلما اخبرتيش اقل احوالك هو ان تدعو له دعاء في ظهر الغيب، في وجهه وفي ظهر الغيب. نعم تدعو له في وجهه، جزاك الله خيرا، احسن الله اليك، رفع الله قدرك، اعلى الله شانك، غفر الله ذنبك. تدعو له بدعاء طيب مبارك، وتكثر من الدعاء في صلواتك وفي خلواتك. هذا من جميل الاخلاق، هذا من جميل الاخلاق، ان نتعلم كيف نكافئ بعضنا بالكلام الطيب في وجوهنا ثم في غيابنا، لان الله شهيد على ما نصنع وما نعمل. وهناك ملك يقول امين ولك بالمثل، اذا دعوت مع اخيك بظهر الغيب يوكل بك ملك فيقول امين، كما دعوت لذاك الاخ او تلك الاخت، كما دعوت لذاك الرجل والمراه دعيتي ليه، الله تعالى يقول لك الملك امن، قل امين، الدعاء مستجاب. تقول يا ربي كما نفس عليه، الله ينفس عليه، غادي الله تعالى ينفس على ذاك الاخ وذاك السيد وغينفس عليك حتى انت. يا ربي كما سعدني الله يسعده، غادي يسعدك وغادي يسعده. فلا نكون بخلاء، نحن احيانا نصاب من قبل انفسنا، فهمتي؟ احنا احيانا كيف ما قالت في الواتساب واحد الرساله وصلتني، احد الرجال قال لزوجته اراد ان يشتري هديه لامه، احد الرجال احد الازواج اراد ان يشتري هديه لزوجته لامه، فاخذ اراد يشتري هديه لزوجته، اراد يشتري هديه لزوجته، فاخذ زوجته الى صائغ بائع الذهب والمجوهرات، فقال لزوجته اريد ان اشتري هديه لامي، فاختاري لها اجمل ما يكون من الحلي والذهب. فضاق صدر الزوجه، وما ارادت ان يكون مال الزوج لوالدتي وامي، او تكون الهديه منه لوالدتي، فاختارت لها اسوأ الذهب واقله ثمنا، واشارت الى هذا اريد هذا، اريد هذا، هذا سيناسبه. فقال خلاص. في المساء جاء بتلك الهديه وهو يحملها بين يديه، وقال لزوجتي جئتك حتى انت بهديه جميله، تفضلي. فتحت العلبه فوجدت ذاك الذهب الذي اختارته لوالدته هو لها، فضاق صدرها اكثر، فلو اختارت اجمل ما يكون لكان لها، ولو اختارت اغلى ما يكون لكان لها، مفهوم؟ وهذه رساله تحمل عده معاني بفضل الله سبحانه وتعالى، ان الانسان لا يبخل، يحب لغيره كما يحب لنفسه، بل واجمل من ذلك واكمل، حتى يعطيه الله تعالى من واسع فضله. حينما يطالع ربك جل وعلا على انك ترجو للناس كلهم جميعا الخير، سترزق الخير باذن الله سبحانه وتعالى. على قدر نياتكم ترزقون، نعم. وكم من انسان يحرم الرزق لان نيته فاسده كاسده، نية غير تامة غير صالحة، مفهوم؟ والله الذي يعلم ما في القلوب وما تدور النفوس والصدور والنوايا، احنا ما كنعرفوش النوايا، لا نشق عليها، لكن الله كيجزي بها، الله اللي كيخلص عليها. ولهذا انا اوصي كل اخ، كل اخت، اقسم لك بالله من النية كيغلب، كون نيتكم تكون زوينة مع الناس، حتى مع دوك اللي كيعاديوكم، تعلموها. دوك اللي كيعاديوكم وكيآذيوكم،
ما تعاديهمش وما تآذيهمش. أحيانا ابتعد لسلامة عقلك وفكرك وصحتك وسعادتك، ابتعد لكن لا تعادي ولا تظلم، واهجرهم هجرا جميلا نعم، لكن ما تحملش نفسك لحق ذو الغل، لأن ذاك سيسيئك إليك أنت وسيحرمك أرزاق من الله أنت، فما تضعش نفسك في هذا الموضع، لأن الله لا يحبه. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. فأحيانا قد يجتنب الإنسان بعض الناس، قد يجتنب بعض الناس لأنه يرى أن في القرب منهم إساء إليه، إلى كرامتي، إلى رجولتي، إلى مروءتي، إلى فضله، إلى كرمه، إلى شخصيته، إلى إنسانيته، لا تقدر، تصبح في مكان لا يقدره أحد. فالأولى أنه يبتعد، لكن ليس من ابتعاد البغض والكراهية والحقد والغل والانتقام أبدا، حتى وإن جاروا لا تظلم، ولكن تعلموا أن تكونوا أصحاب نوايا طيبة، تعلموا أن تكونوا أصحاب قلوب طيبة، وتعلموا أن تكونوا على حسن ظن بالله سترزقون. وربي أنكم قلوا كان عودها ليك ربي غادي يغنيني غادي يغنيه، وكيفاش يقول لك كلمة تكون منهج حياة، اللي ربي غيسعدني غيسعدو، ومن يستغني يغنيه الله، من يستعفف يعفه الله. كونوا على هذا السير بإذن الله سبحانه وتعالى، وربي سترزقون رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا، لكن شمروا في هذا بإذن الله سبحانه وتعالى، غير شمروا في الشيء وما يكون غير الخير إن شاء الله عز وجل. وكل أخ وكل أخت يقول سيشفيني ربي، سيغنيني ربي، سيرفعني ربي، والحمد لله رب العالمين. تأكدوا من هذا واجعلوا أموركم كلها لله سبحانه وتعالى، اجعلوا أحوالكم وأقوالكم كلها لله عز وجل. والله لو صدقنا في قول الله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، أقسم لك بالله إذا قربت تقرب بحب، وإذا ابتعدت تبتعد بحب، فأنت في كلا الأحوال مع الله محب وفائز وربي. من قرب لله ومن أبعد لله، من أحب الله وأبغض الله، من أعطى لله ومنع الله، استقبل الإيمان، أنت تسعى في هذا بإذن الله سبحانه وتعالى، تستكمل عرى الإيمان بإذن الله تعالى، وهذا يكون توفيق من الله لك على جميع نواياك وعلى جميع سريرتك، أنك لا ترجو إساءة ولا أذية لأحد من المسلمين. فنسأل الله تعالى أن يجعل طيبين مباركين موفقين دائما وأبدا. أنا إن شاء الله في طريقي كما قلت لكم أحبتي في الله إلى مدينة وجدة بإذن الله تعالى، أو تدري.
وطلب من يقرب وبطيب قلبك أوطن والقلب عشقا يفتدي لفراق أم محمد أرجعتني برحيلك فبمن أبوح وأهتدي وقلوبنا تهواهم رحلوا بدمعة حزننا وبروحنا ذكراهم وبروحنا ذكراهم عصفور قلبي عصفور قلبي أراك تطير في لوع على التي ثار في الوجدان ذكراها عصفور قلبي أرى منك الدموع جرت حزنا على أمنا والروح تهواها تبكيك فائقة كل القلوب ومن قد ذاب شوقا وكيف الروح تنساها هذا العمل يسوع الأمنيات ضبية السهل الفتية يا الله يا رحمة يا ذا الجلالين تجعل قضاء معالين في محلة لا كالجليل اللي ويضبع الشمالين ما تكشف شمس النهار وتهلا ما غير الغلابين.
فرحتي متألقا متبسما. قال الذي ما قلته ليت الفؤاد تكلما. وجه من الفرح الذي غطاه حتى أبكما. حتى الحديث يقوله مترددا متلعثما. قلبي يرف محلقا ويجوب في هذه السماء. يحكي شعورا عارما وصل الشعور الأنجما. Oh,
افول الشمس مع الافلاك دعني اراك لابلل مبسم قلبي بفيض هواك دعني اراك قبل افول الشمس مع الافلاك تشفع للحب صلاة قبل صلاة الدمع معك دعني أراك رحمة الله.
صبرت لكي بالدين تحيني كل اشتياق وروحي فيك ظامية ياسرة بشذل الأفضال ترويني يسيرة بشذا الأفضال ترويني إني ذكرتك فأخضرت بساتيني وأشرق النور وازدنى الدواوين أنت الحبيب الذي في الروح مسكنه السلام عليكم ورحمة الله. إذا كان الصوت جيد أعطوني إشارة. صوتي أنا صوتي مسموع عندكم بشكل جيد. بتكلم معكم في حد نقطة مهمة وهي مسألة الجين والشياطين اللي كتختبأ في الأبدان. غادي نتكلموا واحد بسطور بحد شكل اللي هو سهل ونقربوه من الناس. نحاول نحلو هاد التركيبة ديال دخول البدن والرطب اللي كاينه وحتى القوة اللي كتكون عند الجن وما كتبانش يعني كيفاش انسان ضعيف مثلا مرأة ضعيفة وكذا وفيها واحد قوي ممكن اطلع كيدمر يهرس حيط كاين مشكل اذا طلع يقلب طوموبيل الصوت جيد طيب شو بدي مزيد كثير من الناس الموضوع كي تهربوا منه أو ما كيتكلموش فيه أو لربما يعني كاين شي حوايج تخليهم يبتعدوا عن وصف هاد الإشكالات اللي كتكون في البداية إما كيخافوا ينتقدوا من الناس أو لم ما عندهمش واحد التفسير اللي هو يجمع ما بين الشرع والعقل فهمتي ولكن الناس كتبغي تعرف الناس بغي تعرف هاد الامور الناس كتحبها وهي مهمه يعرفوها لان غادي ستزيل اشكالات كثيره جدا حتى عند عائلتهم اللي كلهم واش راه ما كاينش ولا لاباس كيفاش وكذا فهمت كيف خصوصا ملي كتبتلى بشي عائله كتخدم العقل بزاف يعني عندها حسابات دقيقة تقول لك أنا ما نآمنش ب يعني الجن كاين وكيفاش تقول لي يدخل البدن أو تقول لي جوج وعشرة وتقول لي قبيلة وكذا هذا الشيء أنا ما نقدرش يعني تقول لك أنا هذا الأمر لا أطيقه ولا أستطيع ولا أقدر عليه الأمر يكون شوية يعني صعب فلما كشرح هذه النقاط بداية المريض كيرتاح وكيفهم النوع اللي أصلا هو داخل عند بعض الرقاد كيقول كيفاش طلع هذا وطلع هذا كيفاش المسلم في اليمين وفي الشمال أحيانا المسلم في الشمال الأخر في اليمين كيفاش انا كنت كنطرف في يدي شويه طلع راسي كيفاش شويه كانت الرقيه كنسمع طلع اول مره مابقاش كيتاثر فيا ثاني مره ما كتاثرش فيا كيفاش انا كنسمع حركات كنفيق حركات كيفاش الحنه في يدي رائحتها البخور اثناء الرقيه كيجيني هذه كلها ملي غتشرح لنا هاد الامور والحمد لله هذه القناه قدمت واحد الخير كبير كثير بفضل الله تعالى في الناس ومساله الرقيه الشرعيه أزالت إشكالات كثيرة بفضل الله عز وجل وبينت خبايا وخفايا كثيرة بفضل الله سبحانه وتعالى حتى الجن لما كيسمعك أنت كتشرح هذه الأمور كيظهر أنتم كتلاحظوا أحيانا أثناء الرقية قبل أي رقية أقوم بصرف القصة أو الموعظة الخاصة بهذه الحالة أو كندير واحد المدخل دخلة كتكون خلوتك في شكل ما يكونش كيتوقع المريض وما كاينش يتوقع على الجني بحال قصة الأخت البارحة أو قبل البارحة أكدت على الحمل لأن جيت حامل في الشهر السابع يعني ما سيقول مثلا الشيخ سوف يؤكد في الرقية ويبدأ يشرح ما علاقة
الموروث بالحمل، وقلت وهل يسلم الجنين؟ لا يسلم. وكنت أكرر وأشرح أستفيض فيها وأستطل، يعني كنحاول نبين للناس كعلاقة الموروث الأبارسة في بطن الأم وتركم الآثار في المولود، وبالتالي تكون عقبة كؤود في المستقبل لهذا الموهوب. وحتى الأم تعاني مع المستقبل، بغات ولا ما بغاتش تعاني مع المستقبل، لأن الموروث له آثار، بصمة ورسم ووصف ووسم وشم يراه الجن، وقد نرى نحن آثار ما نقول علامة الزورية، وفوق هذا علامة لا ترى إلا في عالم الشياطين الأبيسة، هي أعظم على حسب رتبة الزورية وقوتها وتعلقها ومن فيها ومن خدمها وشكون اللي جا. الكي اللي عندها ملك مش بحال اللي عندها جني، عندها إبليس مش بحال عندها الشيطان، وهكذا حتى في رتب الماسونية عند أو اليهود النصارى أو الملوك بالنسبة للزورية والسلالة والموروث. وبالتالي كتجد موروثي كيشتك. أنا البارح تكلم مع أخت من إيطاليا، تزوج إيطالي توفي، دعت على واحد توا وقع له المشكل، يعني كتحكي لي شي أمور غريبة عجيبة. على لما بحثت معها قسم الخريبكة لقيت أن عندها ثعبان بسحر الموروث، سبحان الله، ولم تزوج، يعني ذيك البنية اللي ولدت مع ذاك الإيطالي إلى الآن هي لم تزوج. فلما بحثت معها وجدت عندها العجب العجب فقط في التليفون. فلهذا كنقول هذه النقاط اللي احنا كنستطردوا فيها وكنبينوا للناس، الجن يتاثر بها. لما تكون تكلم مع الاخت وكتحقق معها وتدقق في تفاصيل جزئيات صغيره دقيقه جدا، يستشعرها الجن الكامل في البدن فيبدا يتفاعل، كيقول هناك من فقه لي ألعيبي، فقه لي حيالي، لاسحاري، لعشقي، لتعلقي، وهكذا. اذا لما كنبداو نشرحوا هذه الامور لا نشرحوا من باب العبث أو من باب الفضول أو من باب الغرائب أو من باب التسلية أو تضيع الوقت، لا، قد تكون بعض الناس يدخلوا باش أنهم يشوفوا هذا العالم، يحبوا يكتشفوه، يتسلوا به، كيعجبهم، لا يضرنا هذا الشيء، لكن وسط كل هذا يأخذ الفائدة من فضل تعالى. لكن كثير من الناس كيأخذوا على سبيل الجد، على سبيل العلم والفهم والفائدة والزيادة من الخير ومعرفة مكمن قوة وضعف الجيل المتلبس بالبدن حتى يكتشفوا حالهم بفضل وحالتهم بفضل تعالى. وينفع كذلك البحاث الباحثين في هذا الباب بفضل عز وجل، والمتخصصين من الرقاة والمتمرسين حتى من الأخوات. يعني كثير من الأخوات الآن وجهوا هذا الباب حجامة والرقية وتدليك عن طريق هذه الأمور، الطب التكميلي والشعبي وكذا، فينفعهم بفضل عز وجل. يعني أصبحت لديهن أو لدى الجميع خبرة بفضل الله تمكنهم من تشخيص الحالة والبحث فيها بفضل الله. قبل سنوات ما كانوا يفقهوا علاقة الألوان وعلاقة الحياة والثعابين وعلاقة القردة والنمور وعلاقة الفهود والأسود وعلاقة الملوك والتيجان والصولجان وعلاقة الإشارات والدلالات والمنامات وعلاقة الحروف والقام والحناء، هذه كانت غريبة جدا في قبل 20 سنة 15 سنة 10 سنوات. قليل من يفقه هذا، قليل من يفقه هذا. لكن الآن بدأت ترسخ عند الناس أن هناك تم علامات ودلالات لها علاقة بعالم آخر يزاحمنا في أبداننا ومن حولنا عن طريق الجن والشياطين والأبارسة. إذن لابد أن نفهم كذلك من جملة الأمور التي وجب أن نفهمها إن شاء الله تعالى، هي دخول الجن للبدن كيف يكون، وهذه الرتب التي عند الجن كيف يأخذونها. اسمعني مزيان، الرتب التي يأخذونها من أين يأخذونها؟ اسمعني مزيان، هذا الجن كيدخل كيف يدخل، الرتب كيف يأخذونها، احترام الرتب كيف يكون، العمل على السحر والعين والحسد سنوات والعشق ويبقى متركز مثلا لماذا الرأس ولماذا البطن ولماذا اليدين ولماذا القدمين، ثم ولماذا مع الاجتهاد المتواصل المسترسل لا يضعف ولا يتأثر. هذه مسألة أخرى، ركزوا معي الأسئلة الدقيقة التي وجب أنكم تسجلوها وتبحثوا عن الإجابة عنها، لأن كل جواب على هذا السؤال سوف يزيل إشكالات كثيرة عند المعالجين وحتى عند المرضى، صح ولا لا؟ فلا بد أنكم تفهموا هذه الأمور دقيقة جدا. وأنا كحس في نفسي لما أكون في اللقاءات والملتقيات وذا، هذه الأسئلة لا تطرح مع أنها تنم عن فخ وعن فهم وعن بعد في معرفة أحوال الجن والشياطين.
لأن لما نقول متخصص في بابك وباحث في بابك، فوجب أول ما تبحث فيه هو أن ذاك الذي خارج البدن وهو خلق من خلق الله، والإشكال الذي هو الآن بين الفقهاء في اختلاف مع أهل السنة يقرون بدخوله، وبعض المعتزلة وغيرهم يقولون بخروجه داخل البدن خارج البدن. فالإشكال المترتب بداية في مسألة فقهية هو أن نعرف كيف يدخل ولماذا يدخل وكيف يدخل، ثم إذا إحنا منك نتبتوا الأمور ندخل كيف يكون دخوله، كيف يكون مكثه، وكيف شهد الرتاب تبقى، وكيف يحيى، كيف يحيى داخلك أنت وهو مخلوق يأكل ويشرب. اسمع مزيان، يأكل ويشرب وحتى وله شهوة، اسمع جيدا. وما علاقة من يبقى داخل البدن بمن يدخل ويخرج، يدخل ويخرج، ومن يستقر في عضو ومن يستقر في أعضاء كلها. اسمع، هذا كله موجود. هناك من يستقر في العقل لكن له إمكانية الدخول والخروج، يجري في البدن كله وفق رغبته وحاجته ويرجع إلى موضعه الأصلي. وهناك من يستقر في موضع لا يحيد عنه. لماذا؟ طيب، والأخوات الإصابات، لماذا الجن تختلف باختلاف طبعها؟ عندها اختلاف الطبائع، هذا أحمر دم، هذا أصفر الضحك والمرح، لماذا؟ وكيف ترتب هذا؟ وكيف نجليه؟ وما وقع هذا على النفسية حتى يميل الإنسان إلى ميولات ذاك الجني؟ فإذا بإمكانك في هذا البحث من خلال ميولات الإنسان قد تقرب شخصية أو حال الجن المتلبس بالبدن، فهذا يقدر على هذا وهذا يقدر على هذا. وهذه أمور هي سهلة إذا كانت الملكة وأخذتها بفضل الله تعالى وتمكنت منها، سهل عليك شم الإصابات والوقوف على أحوالها سواء في اليقظة أو من خلال المنامات. وهذا أمر باب عريض، لأن الجن أمر واسع جدا، أوسع من عالم الإنس وأقدم من عالم الإنس وأعمق وأخطر من عالم الإنس، مفهوم؟ إذن حينما نتكلم عن هذه الأمور لا نتكلم عن باب العبث وإلا من باب البحث والجد والجياد مع عشرات ومئات وآلاف الحالات، هي التي تعطيك ما يسمى بالاستقراء والمتابعة. حينما تتابع هذه الحالة من الصين، هذه من روسيا، هذه من أمريكا، هذه من الخليج، هذه من المغرب، هذه من أوروبا، وتجد أن النوع الواحد عنده أشياء مشتركة في كل حالة تتم مع اختلاف قاراتها وبلدانها وأمصارها، ولكن توحد الجن لأن لهم طبع واحد كالإنسان، يتوحد في ناحية الطين والتربة وناحية من ناحية العرف إذا كان مختلف العرف، ناحية البلد، ناحية تكون أشياء مختلفة. مثلا أهل الجزائر والمغرب متحدين في أمور كثيرة، أهل البلدة الواحدة متفقين ويختلفوا في أشياء في اللهجة واللكنة، ولكن يتوحدوا في أمور كثيرة. وكذلك الجن والشياطين، كذلك الجن والشياطين، فالذين حبب لهم الدم يبقى صنفهم محبب ويطير في كل قبائل الدم وتعرف بعضها بعضا. الذي لا يحب لك مخلوق الزهو والرقص والغناء والنساء عندهم كذلك ميول فيما بينهم، حتى وإن تزاحموا كيبقوا يتخالطوا مع الناس، ولكن حينما يجد من يوافقه في الطبع مال إليه ويركن إليه. وهذا هو الذي حينما يتلبس بالبدن تصبح هذه الميزة وهذه الخصلة وهذه الخاصية يجليه على البدن، فيصبح صاحب البدن يركن إلى هذا الأمر، سواء بإشارات دماغية عصبية مخية أو بإشارات نفسية شهوانية، فيعطيه الميل أو ربما أحيانا يقحمه رغما عنه، يعلم أن هذا لا يجوز وحرام، لكن إن لم يأتيه ربما عذبه وآذاه أو ربما أكرهه على فعله بين الوعي واللاوعي، وهو إما يكون حال متأمل ويستسلم فيما بعد لشهواته أو رغما عنه يسوقه إلى تلك الشهوات. وهذا أمر واسع جدا، وجب أن يبحث فيه الإخوة والأخوات ليعرفوا حقيقة وقوة الجن والشياطين. تجد مثلا امرأة ذات طبع حاد وشخصية قوية وعندها إرادة ولا يغلبها ألف رجل، لكن إذا تملكها الجن جعل فيها العصبية والندية وقهرها وأذلها وأوصلها إلى أبعد منها إلى الردى، أي أسقطها في الوحل، وهي تظن أنها هي من قرارات نفسها وعقلها ومخها وتدبيرها وتفكيرها أنها هي ما كانت تسير في هذا السير، حتى إذا ما أسقطها قال كما قال الشيطان إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فلهذا حينما نتكلم عن هذا غيرتنا إخواننا وأخواتنا حتى نبين لهم أن عالم الجن والشياطين الأبرسة والله وبالله وتالله ليس عالما سهلا، حينما يزاحم البدن
بالسحر وبالكفر وبالشرك والشعوذة والتحدي والماسونية والسلالة والزورية والذبح والدم و يصبح الأمر الشاق على الأنثى بل على الرجل، ويحتاج إلى من يخلصه بعد الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم ينفع أخاه فليفعل. لا بد من الاستطاعة، أن تكون تريد أن تحب المساعدة وتكون قادرا مستطيعا على فعل ذلك. فليس كل محب يستطيع أن يساعد، قد تكون محبا ومشفقا ورق القلب وصاحب دمعة، ولكن ليس القوة، ليس الاستطاعة، إذا لن تفعل في شيء. فلا بد من الاستطاعة بإذن الله. وحتى نصل الاستطاعة لا بد أن نعرف هذه النقاط، فلكل عدو مكمن ضعف ومكمن قوة، ونقاط الضعف هي التي تجعلك تدخل إلى حصنه وتدخل بإذن الله تعالى لتتمكن منه بإذن المولى جل وعلا. لكل شيطان وإبليس كيفما كان حاله نقاط ضعف بفضل الله سبحانه وتعالى، نقاط ضعف كثيرة في عالم الجن والشياطين. وكل جني قد يكون حم مثلا عند 10 أخوات، ولكن حم نقطة ضعف عند هذا ماشي اللي عند هذا، واللي عند هذا مش قد يتحدون في نقطة ضعف ويختلفون ويتجزؤون في نقاط أخرى، ولكن تسلها من خلال حسن الإصغاء والإنصات والاستماع إلى من أمامك من المريض أو المريضة. هو الذي سوف حينما يتلو عليك أو يشكو ويبث إليك وهو في حال طبيعي لا يعرف ما، ويتكلم ويبين لك، لكن أنت بعين الخبرة والتجربة أنت تعرف أن هذا حمول موجود، نقاط ضعفه في كيت، ونقاط ضعفه في كذا، ونقاط قوته في كذا. أحيانا نقاط قوته تكون سب هلاكه حينما تجيد التعامل معها بإذن الله، فتغيرها إلى ضربات موجعة على دماغه بفضل الله سبحانه وتعالى. إذا نتكلم بإذن الله سبحانه وتعالى عن مسألة مهمة جدا 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 لا بد أن يفقهها كل راق صغيرا كان أو كبيرا. كل من يبتلوا بالمس، كل من يبتلوا بدخول الجن أو الجن تحيط بهم، أي يتأثرون بالرقية أو لا يتأثرون بالرقية، عندهم تعطيل، عندهم شك في هذا، عندهم أحلام، عندهم شيء طفيف جسد يتحرك بداخلهم، أو قد يتأثرون أحيانا ولا يتأثرون أحيانا أخرى، أو ربما يندفعون إلى أشياء هم لا يرجونها ولا يرجون من سمشيهم ولا من أخلاقهم. يريدون حياة جميلة سعيدة لكن دائم في حزن واكتئاب، يريدون طاعة وعبادة لكن في معاصي وعصيان. هذه التحول التقلبات قد يترجم البعض إلى غلب الطبع على التطبع، أو بعض إلى أحوال نفسية، أو سوء تربية، أو نشوز وإعراض وعلو واستكبار. كل واحد قد يترجمها وفق ما يريد حسب تخصصه، لكن المحك والعدو والإنصاف والقوة هو أن نعرض هذه الأعراض على متخصص يجمع بين علوم طبية ونفسية وعلوم كذلك يعني روحية، فالفاصل بيننا وبينهم جميعا ما يطرأ على الجسد. الإشكال والمصيبة هي حينما يعرض على من يرجون فيه نفعا وخيرا ولكن لا يتأثرون، ثم يقول لهم ما عندكم شيء، فيزداد الأمر محنة وشدة وسوء والطين بالله. إذن شناعة أطباء، شناعة مستشارين نفسيين أسريين، شناعة كذا لا شيء، الرقية كذلك قال لنا ما عندكم شيء. إذا شنو إحنا فين؟ ما مسلمين، ما كفار، ما بار، ما فجار، تارة مع الله تارة مع الشيطان، تارة مع صحتنا تارة مع الأمراض المستعصية، كيف حالنا يعني؟ لا نستقر على حال كسائر الناس، أبقوا هكذا مفرقين شتين، أبقوا هكذا دائما محرين مرأة، دائما عند الأحزان والأكدار، ذلة في الصغار والذلة في الكبار، دائما عندنا ناس أصبح في حيص بيص، يعني تخلط عليهم الأمور. وهذه محنة أعظم عند كثير من الناس، أنهم يقول لك وشنو غنعمل، ماذا نصنع، ماش غنعمل، ماش نعطيه الحل. أو أحيانا ينتفض ويرتعد ويقول له ما عندك ولا عندك غير عين، يذهب إلى بيته نفس الهموم والأحزان والأمراض والعلل والأسقام. البعض يقول له شوف أنت ما عندك علاج، أنت هذه الحالة اللي عندك تعايش معها بفضل الله وكن إيجابيا وارفع الهمة ديالك وعيش حياتك وانتهى الكلام. يا أخي من أين جبت الكلام؟
واحد عنده فيروس كي انتشر فيه تقول له تعيش معه كيف يعني؟ يعني تصبح هناك مشاكل والناس يعني تستسلم. عدوي بداخلي لا استطيع، لو كان بيدي لقتلته، لكن لا استطيع. ايش ما يعمل؟ وفي راسه يفرقع راسه، شيء يعمل في بطنه تفرقع بطنها، في صدرها تقطع صدرها، كي غتعمل؟ والله لو كان الصلو احيانا يبصر تقول لك اقسم بالله انا بصروغ ينعيش مرتاح، اين المشكل؟ ولكن ما ماشي حل هذا. مع عمر الانسان يقول لك جني عندك في عضو تقول بطروغه ترتاح، حل يقول لي عندك العاشق علاجك تزوجي او تزوجيني، نفس الحل. لا ما يمكن، هذا ليس حلول. حتى الترقيع ليس ترقيع، هذا هذه تصديه وحماق، والله تعالى ما امرنا بهذا. فعذروني لك كنتكلم بسرعه وربما كان داعشي امور، ولكن الكلام يجر بعضه بعضا، الكلام يجر بعضه بعضا، لان انا كنشوف هذا العالم ديال الرقيه الى الان بغيت تكون منافسه علميه، منافسه فقهيه، منافسه راقيه في كشف الخفايا والخبايا، بغيت تكون في تشغل وسائل التواصل بهذه النقاط، بهذه الاطروحات، بهذه المواضيع، لان سينتفع القاصي والدان، وسينتفع الصغير والكبير، وينتفع صاحب الخبره والذي حتى الذي لا زال يسير في بدايه السير، الكل سينتفع. بغينا هذه الامور هي التي بفضل الله تعالى الاخوه يجتهدون في الغوص في اعماقها، يلتقطون تلك الدرر. لأن صراحة عالم الجن لا نأخذه من باب الاستئناس فقط، هو عالم قائم بذاته، عالم تحكمه أحوال وطقوس، عالم فيه أمصار وبلدان ودول، فيه قوانين. أي نعم يغلب عليهم العبث والطيش والجهل، ويغلب عليهم الكساد والفساد والحرب، يغلب عليهم يعني الاندفاع والقوة، يغلب عليهم حب التملك والشهوة، لكن في غالبهم عندهم رتب، وعندهم ناموس، عندهم قانون، عندهم أحوال يسيرون عليها التي نسمعها ونراها في البدن حتى خارج البدن، وعندهم دويلات ومماليك، وعندهم جزر وبحار وجبال، وعندهم أتربة، وعندهم رمال، عندهم من يسكن قبور خاصة بالقبور، عندهم أصحاب آبار ومحيطات وبحار، عندهم من يأتون بالسحر، عندهم من عندهم قوة الاستبداد والاستعباد، يأتي بالجن حتى وإن كان مسلما ويكره على الدخول، منهم من فيهم المحب المنصف العدل الذي يرجو الخير كأطباء ونورانيين يسارعون في الجهاد والشفاء، يلتمسون حلق الذاكرين والذاكرات، يلتمسون لنصرة المستضعفين والمستضعفات، هذا كذلك موجود، أصحاب النور والطاقة والخير والبركة موجودين كذلك يوجدون بفضل الله تعالى، حتى وإن كانوا منهم العفاريت المسلمين أو الجن كبار الملوك الذين أسلموا لله تعالى وجعلوا قلاعهم وجعلوا ملكهم وجيشهم لله سبحانه وتعالى، هذا موجود، وقد يوكل ويهيئ الله تعالى لبيت فينصرونه، لبدن فينصرونه، وهذا نراه سبحان الله دون استغاثة أو استعانة به بل بالله تعالى، لكن يقولون هم رأينا الاضطرار واللجأ فجئنا فنصرنا بفضل الله سبحانه وتعالى. إذا هذا العالم، هذا عالم موجود، عالم كبير جدا، لا يستطيع إنسان أن يشكك فيه أو يجعله كله خرافات وعبث أو ضرب من الخيال. من قال هذا في قلبه في عقله شيء؟ هذا العالم ما أصبح يقر به اليهود ويقر به النصارى وأهل الكتاب، تقر به الديانات والنحل والمحل جميعا يقرون به، لكن نحن أكرمنا الله تعالى بالقرآن وبالعقل وبالعلم، ونرى عيان ونتابع أخبارهم وأحوالهم وطقوسهم واعترافاتهم. والله العظيم أن نسبة كبيرة ممن يتابعون قناتهم يهود، والله وبالله وتالله. وفرق بين الفلسطيني واليهودي، من يتابعوني من فلسطين أعلمهم أراهم، ومن يتابعوني من إسرائيل أراهم، نسبة كبيرة تتابع المقاطع خاصة مقاطع اليهود من اليهود، اسمع جيدا، خاص مقاطع الماسونية واليهود يتابعونها من إسرائيل، من إسرائيل. لماذا؟
لأن كبارهم يعلمون ما يقول هؤلاء اليهود ويريدون أن يتابعوا أحوال لأنهم يخشون ما لم يعترف به إنسهم قد يعترف به جنهم وشياطينهم ويعرفون. وأقول إن كذلك من النقاط المهمة التي أصبحت أقف عليها في هذا الزمان في الفترة الأخيرة كثرة الاتصالات من الإخوة الفلسطينيين في الضفة في فلسطين عامة. والله يتصل علينا إخوة من فلسطين وأجيبهم يعني أعزهم كثيرا وهم في مكان ليس ضعاف هم أقوى منا رجال هم على رباط وعلى ثوم ثغور الإسلام رفع الله خطرهم وأعلى الله شأنهم وشفاهم وكفاهم لكن أصبحوا يحاربون بالسحر من اليهود. أنا يتصل بي ناس يجاورون الحائط ويجاورون والله العظيم أسمع منهم كلاما عجيبا. أصبح الآن الإسرائيليين كيحاربوا خوتنا في فلسطين لما عرفوا بسالة الفلسطينيين وشجاعتهم ورجولتهم. المرأة فيهم بمليون رجل منا. أنا والله أقولها المرأة الغزاوية والمرأة بشكل عام الفلسطينية مليون رجل منا نحن مليون رجل منا نحن الرجال مفهوم؟ فما ظنكم بالرجل فيهم؟ ها؟ فهؤلاء رجال حقا. فنقول حقيقة يعني وسبحان الله أصبحوا الآن يتعرضون للأذى استطاعوا أن يصبروا على مواجهة العدو بسلاحه بظلمه وطيشه بعدوانه ولكن الآن بدأ يأكلهم السحر الآن بدأ ينخر عظامهم وعقولهم السحر ليأتي على معتقداتهم وعقيدتهم وثقافتهم وأعرافهم وتقاليدهم على طيبوبتهم طيبتهم على برهم على صلاحهم على فلاحهم على حجابهم ونقابهم. أصبحوا يحاربون بالجن الكبار المسؤولية واليهود في أبدانهم ليعطلوا عليهم نعمهم ومالهم وحفظهم للقرآن لأنهم رأوا سير الغزاويين وسير الفلسطينيين كيف لهم طول هذه السنوات لا يقف ولا يتوقف. المرأة الولود تنجب الرجال المحارب المرابطين في سبيل الله تعالى لا يشتكون من ضير ولا من جوع ولا من قلة. فأصبحت أرى الآن بتشت كثيرة أن لما يتابع القناة تسقط الأم هنا وتسقط الأخت هنا والرجل الشاب يبكي في تليفون يقول لا أعرف ماذا أصنع لأسرتي رأيت أنهم كلهم يصرعون في البيت حين بدأ نسمع إلى القناة سبحان الله. إذا هذه حقيقة الآن لتعلموا أن هذا العالم وجب أن أهل القبلة يعرفون سره وحقه وعمقه. اليهود الآن يجتهدون في مقاطع ويبحثون فيها وربما يترجمونها أو يفهمون العربية ولكن أأسف حينما أسمع أن ذاك الفلسطيني أصبح يقتل بسحر اليهود أصبح يقتل بسحر الإسرائيلي والماسوني وتجد إخوة لنا من سيلقيهم في الآن في فلسطين من سيذهب عندهم إلى فلسطين ويلقيهم وكيف لمن يغادروا بلادهم كي يلقوا إذا كان هو مثلا فلسطين لكن في أوروبا في أمريكا في الخليج سهل لكن إذا كان مسكين فلسطيني لكن ملزم بالبقاء في فلسطين ويتعذب ويرى أمه والده والده خده كي يتعذبوا وكي يتخبطوا كي يطلع الماسور يعمل إشارات وحركات سوف أعذبكم كذا كيف سيخرج ويرابط في سبيل الله كيف سيخرج ويقاتل في سبيل الله كيف سيخرج ويصبر ويدفع العدو اشتي كيفاش الحرب الآن الحرب في هذا الزمان أصبحت خفية معلنة خفية حرب فكرية ثقافية حرب شهوات وحرب جن وشياطين على أمة النبي صلى الله عليه وسلم حرب جن وشياطين على الأكفاء وعلى أصحاب الكفاءات والقدرات والطاقات على أصحاب الهمة والنفوس الطيبة والعطاء والصدقة والإحسان والجود والكرم الذي يقول لك يبتلأ نعم معظم من يبتلوا الآن الطيبون والطيبات الخير والخيرات معظم من يبتلوا الذي في نفوسهم طيبة يحبون يكونوا أصحاب الهمة العالية الذي سوف ينفعون نفعهم متعدي الشياطين تقول لك علمنا أن فيه طاقة وسينفع الأمة عذبناه علمنا أنه طاقة في عقله سيكون عالما عذبناه ستكون فقيه عذبناها ستكون طيبة مباركة وستكون نسلها طيب علمنا أن عندها بركة في يديها وقلمها فعذبناها نعم عندهم أنفاس في هذا وعندهم حسابات في هذا وعندهم علم بهذا ماشي درج من بالغيب لكن عندهم دراسات احنا لم ندرسها للأسف الشديد لم ندرسها للأسف الشديد للأسف الشديد فهمتوا كيف؟ فوجب أن نتفقه في هذا الباب
ماشي غير جين 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 شيطان 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 سير 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 حق 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 خرجوا خرجوا كبلوا كبلوا قيوا قيوا يسحقوا يسحقوا هادشي راه ايه متفق معاك شي كلو خاصو يكونوا بقوه بالقوه لهادشي بوقت طويل متفق معاك ولكن راه معاه شي سميتو عقلي وقلبي خصني هذا نفهمو وخاصني هذا نامن به باش نملي نثبت المساله وحينما احاج ذاك الجاحد اعرف كيف اوصله باقناع قلبي وعقلي وبنطق جميل. فحتى الناس خصها تفهم، الناس وجب ان تعي وان تفهم ان الجن ليس ضرب من العبث يغلب عليهم، لكن ليس كلهم عندهم اتقان واحكام واتزان ورتب. مفهوم؟ خربقتكم بقي الرسالة بتنوصلها هي الجميع يفهم أن الجن عالم كبير جدا، دخولهم في البدن يبنى على أمور كبيرة ليس عبث. أصل الجن خارج البدن، أصل الجن خلق من خلق الله عز وجل. الله تعالى خلقهم وجعلهم جوارح وإحساس وأنفاس وعمر ورزق، بحال بحالهم تماما. أي نعم لا نراهم، تختلف بعض الطبائع والخاصيات من ناحية الشكل، من ناحية الصورة، من ناحية الطعام، من ناحية إيواء المبيت، لكن نتفق في أشياء كثيرة. عندهم حواس مثلنا، عندهم إحساس، عندهم شهوة، عندهم زوجات، عندهم أبناء. هذه الأمور كلنا نشاهد فيها، يعني نتشارك فيها باستقلالية البدن، وكذلك بالأديان، منهم اليهودي، النصراني، المجوسي، المسلم وغير كثير. هذه أمور كلها نتفق عليها عادي جدا. فإذا سلمنا وعرفنا حياتهم خارج البدن كيف تكون، كيف تبنى وعلى أي أساس تكون وتبنى، سهل علينا أن نبدأ في فقه واقع الجن والشياطين. الجن والشياطين، حينما نقول الجن والشياطين، الجن ليس هو الشيطان، ولهذا نقول الجن والشيطان. فالشيطان أعلى رتبة، والجن يكون فيه مسلم وكافر، شيطان كافر. وفي خارج البدن تكون هناك فئات كبيرة كثيرة من الجن، تختلف على حسب الديانة وعلى حسب الصنف. هادو ثعابين، حيات، كلاب، هادو قردة، هكذا. فكل صنف يميل إلى بعضه ويركن إلى صاحبه في جماعات، وعلى حسب الشكل يكون نظام الحياة، يقوده قائد كبير، قائد كل ملك، شيطان كبير. يسير وفق سير الشكل الذي تشكلوا به. قرد مثلا عندهم زعيم قرد كبير
ومن دونه يكون أقل منه شكلا ورتبة. وحتى في البدو حينما نفرق هذا خارج البدن سيسهل علينا أن نبين ماذا يقع داخل البدن. قوم عيد بغير خارج البدن. الجن والشياطين خارج البدن تعيش في جماعات في الغالب كحال الإنس، طبيعتهم الغالبة عليهم اجتماعية. في الغالب أنهم يكونوا في على جماعات، منهم القوي ومنهم الضعيف، منهم الملك ومنهم المملوك، منهم القوي ومنهم الضعيف والملك والمملوك. في الغالب الجن والشياطين تعيش على شكل جماعات، سواء في الصحاري والرمال أو المقابر والقبور أو الآبار البحار المحيطات، يعيشون على شكل جماعات. بغيت لما نتكلم معاك أن تتصور هذا، لما تكون مسافر مثلا أنت لا تجد بيتا واحدا، في الغالب تجد مجموعة بيوت وإن كانت قليلة مفرغة هنا وهنا وهنا. هكذا حال الجن، لأن الاجتماع يؤدي إلى المطلوب وهو احترام الرتب، والقوي والضعيف والغني والفقير والكبير والصغير، والتناسل تناكح التوالد تكاثر. ثم هذا الاجتماع يكون على طبيعة كما قلنا الصين التشكل الذي تشكلوا به، حقيقته لا نعلمها، حقيقة التشكل لا نعلمها، ماهيتها حقيقتها وعمقها لا نعلمها حقيقة، لكن ما نعلمه حقيقة أن الله سبحانه وتعالى أخفاهم عنا وجعلهم قوة في التشكل والتصور. أن الله تعالى وحسن بس لك الطنوبيل ويقلب لشي واحد وسط الصيد وصله ولا تأثير قام معايا وصله مدير الأخير الماء اخسك الماء الماء سخنت الطوموبيل صافي ما عنديش واش نوصلك ستاسيون ولا شنو؟ ربما ما يمكنش نخليهم هنايا ولا على حسب العائله عندي العيالات كلهم انت اللي مع راجل انت اللي مع راجل لا معايا معايا خالي وانت كنت ورجع بعيد وما كتدي لي دابا هي مشكله مع على تويروت ما عندك فين ندخل الفريج ما علم واحد الفيديو لكن ما كفانيش راك عارف بدي تسخن الطوموبيل تخسر شويه ديال الماء خويا اي مساعده قدمها لك والله لا حمر يدينا خاي ديال العزاء عارف سيك واقيلا عندك شاشه ديال لا مرحبا بك اخي بدنا عاملك كيف ما عرفتش كيف اي عرف سيك عرف سيك فرصه سعيده ما تلاقيش سير ليس سير ليس بعد انا قال لي خصو الماء فملي انتهيت قال له اخي الكريم ويقول لي واش انت عندك قناه في اليوتيوب قال لي قال لي عرفتك انا من المتبعين ديالك عرفت غير بالصوت ديالك قال لي والحمد لله من المتبعين اللي وقفت لك المتبعين اللي وقفت لك والحمد لله شو دابا شوف شوف سبحان الله شوف انا فين في الجبل وقفت السيد في الطريق وقفت ليه باش تقدم له المساعده فإذا بي من المتتبعين وعرفني غير من الصوت ديالي. يعني هذه نعمة من نعم الله عز وجل. هذه نعمة من نعم الله. يعني كتمشي كل بلاصة تقف في الجبل في طريق السيارة في أي مكان توجد الناس الحمد لله كتعرفك كتحبك تعرفك بشكلك بصوتك ولا بصورتك المهم. نطلب الله أن نكون في كل مكان نضع أثرا جميلا نذكر به بخير الحمد لله رب العالمين ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين.
بخير ان شاء الله تعالى. في خلينا قبيله نذكروني الله يسلم بخير الموضوع اللي كنا كنتكلموا فيه، النقطه اللي وقفنا عندها اللي باقي متذكر ولا شي اخت متذكرات بيا، النقطه الاخيره اللي وقفنا عندها في الموضوع اللي كنا كنتكلموا فيه حول الجن والشياطين. طيب جيد، الأخت تسأل هل ما يقوله الجن على لسان المصروع الذي تلبس به هل هو صحيح أم لا؟ إذا كان صوتي مسموع عطوني إشارة باش نجاوب، ما كانش مسموع نخرج أو ندخل لأنك يبان لي ربما هناك إشكال في الصوت. إذا كان صوت مسموع إن شاء الله فأعطوني إشارة بارك الله فيكم حتى أجيب عن هذا السؤال، لأنه حتى وداخل في الكلام اللي كنا نقوله وهو يعني إشارة ونقطة مهمة جدا جدا. هذه نقطة مهمة غاية في الأهمية بالنسبة لفهم عالم الجن، وهذه النقطة كانت احتيت بصراحة حول شبهات وشكوك كثيرة، وهي مسألة ما ينطق به وتلفظ به الجن على اللسان المصروع هل هو صدق أم كذب، وكيف نفرق إذا كان الصوت مسموع دون إشارة، حتى إن شاء الله أبين لكم إن شاء الله هذه النقطة. الصوت كان غير جيد، اذا نضطر نخرج ونرجع ان شاء الله، لكن بالي انا ما كيطلعش عندي الكتابه ديالكم نهائيا، واش الاشكال.